الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مما بعد وعنو أنو كوكودا جني درسي العقيدة كتابي العبودية لابن تيمية بابكي في التفاضل بالإيمان طبعا عن هايستا و بيج كاس سجاشن يكو هالكاس أنو مركا مريني markii ugu dambeysay waa tan la soo tilmaamay macaani fara badan oo iyadu ka dhalanaysa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Macnahaas ka dhalanaysa waa tan marka soo tilmaanay waxay noogu dambeysay aayaddii ahayd oo qaala rabbukum udcuunii astajiba lakum in aladiina astakbaruuna an cibaadatii سيدخلون جهنم داخرين ونسير وكل من استكبر عن عبادة الله لا بد أن يعبد غيره فإن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة هل كاس إنه بد بيسي. وقد ثبت في الصحيح وحا كسبنا ذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يري أصدق الأسماء مرعيذ وحاقونا كسن حارث وهمام. فالحارث الكاسب الفاعل ومتك وحكسبانية وحسمانية والهمام من الهم الهم وحال ولجيدة أول الإرادة ودونشتة باللغيدة. فالإنسان له إرادة دائما إنسان كحو له دونش بليه وكل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه إرادة والبنى وإن أيالته دونس يولو بيسو يعني بمعنى وامحي أحبان دونيا دونس إيضا وإن أي جرتو محي وحان دوني وح مرادة والله تعبا كرمركو إنو جرو هذا مركو حليا فلا بد لكل عبد من مراد محبوب الضوء والبضاء وحلقة مارمان يقولوا لي هاي وحق ربه أو نجعل يهي هو منتهى حبه وإرادته أهنا هلك أوضن بيسه وحق جعل يهي إدونيسي سيتهي. فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرادته هدبها دانو إليه سبحانه وتعالى أهين وحق أدجعشه أما الشيء أغسر ري أدجعشه دوس إلهي أهين وحق أغسر ري سوء الدونيس إنها دانو إلهي أهين بل استكبر عن ذلك إنسان كو إسكوي نيسيو فلا بد أن يكون له مراد محبوب وحالك أنا كمرنين إنو لي هاي دونيس كله أو جعل هاي يستعبده وإساق الدونسان غير الله إلهي أنا نهي هدي طبعا قفك أكفو قاده سوه دينتي الله سبحانه وتعالى أكفو قاده أو يلاهدو مليه هذا بمعنى وحاجرة إرادة كلا جرته محبوب كلا جرة وحكاوك الدونيسان أيها جرة فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب وفأضان أنه قنية مركة شيقة أو ربه أو جعلها بأضان أنه قنية إما المال حوالي نقن كران وإما الجاه نقن كران قفك جاه إيه ما أركتي وحكور هذين وإما الصور موقع الله إيه مركة أحبا أنا نهي وإما ما يتخذه إلها من دون الله أموحه إله بكأن اكتبه إله سبحانه وتعالى كصهر كالشمس قرح بعبودي كرا والقمر ديح بعبودي كرا والكواكب حدقها والأوثان أصنامته وقبور الأنبياء هي أنبياء قبورته والصالحين ذاتك ونكسن ومن الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو ملائك أنبياء أو كدقنا ربي أو غير ذلك مما عبد من دون الله وحي وحكى صهراء إله سكني العبد هل كامرك وحا مقن يعني عربا إنو موجيو قلبي يسوي سيسا ممراض وحنبا كعفا هم بكجرة يعني إما إنه قلب جاو إلهي بكجرة رب العالمين جل وعلا ووحى قلب جاجة عسلينية عفينية مجينية بوحينية إنه إلهي أم إلهي بحكى صهر إليه لبضا مدوه ما دعي كرت مركب قفك إنه مال إلا مركب وصارعه هدبا هدي إلهي اللي جاو وايو قلب جاي إلهي وكمرين إلهي سبحانه وتعالى أنه كجرة هلك أوضن بيسه موحى أوصل رئيسات هذين السنة إلى سبحانه وتعالى كل قيل كيس أدوس أنهين وحتى قف مركة ملك لقلبي سحك وقلو. وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا
وإذا كان عبدا لغير الله يكون مشركا هدون نقضه قفا إلهي أدون وهينا وحن نقول مشرك وكل مستكبر فهو مشرك قفك السائس وإليسية وإله إسكال سريانا ومشرك. ولهذا كان فرعون من أعظم الخلق استكبارا عن عبادة الله وصابت كانت إن فرعون النقضه خلق إلهي كان إسلوين أما إسكو معركتا إسو آدياد إسلوين وعبادة إلهي آدياد مركا إسلوين عنا آدياد ومركا إسكال سري وكان مشركا سادرت دوحون نقضي ما دام عبادة إلهي إسكال سري مشرك النقضه. قال تعالى إليه سبحانه وتعالى وحر ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين موسى نضرني آيات كي يجي حجاء ينضرني إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب صدح لأن المركة نضرن فرعون هامان وقارون جوابت إبحيان بوحى أهيد كان ومدسو ساحرة بين لونة قرآن وأسود إلى الغجر وقال موسى إني عذبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب موسى مركة وحيد إله من كمل قال يا وحكست معركتي متكبرة إله سبحانه وتعالى من كمل قال يا متكست متكبرة إسلوينو يسوي أنا الروميني مالك يوم القيامة قايض ويسوس عتي إلى لجار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار طبعا قايض مركي لقصه هذلي دير تانكاس وفرعون يلي ذروني أقتل موسى وموسى يلي إني عتب ربي وربكم ورجل المؤمن من آل فرعون ويري محد ودي ليسام كدي من الحوار كماش ويمد باسجك وصعنية إلا لقر كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار قفكست يسوي سلوين معركة جبارة وأمرك إلهي أن قلي كرين ويسوي حواء أن مركة أن كدا دي كرين سياسة إلهي قلبي يسوى أن برا إلهي ساسو مركة أيضا سوي. وقال تعالى هذا إلهي وحير وفرعون أما قارون فرعون هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وليهانا إله سبحانه وتعالى بان ممري نعم موسى آيالها مركو لين بيسوي نيسيين لكن كو إله عذاب كي كفا كذا ما ينهي. وقال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنك فرعونها وحو بضي أما شلمو غضي إنو أرضضا متك أوسر ريئوية dadkiin waa u kala qaybiy qaarna madax uu kaga istaagay oo ulaadoodu wuxuu doona ka yeelay wixii wiil ah ama wiilashi u dhasho dhana waa u gowracay dumar kana faruhu ka qaaday quraanku wuxuu soo wada markuu xiray fondor kayfa kan aqtu dhalimin halka marka waxa ka muqata istikbaarku qofka markuu ilaahay cibaadadiisa uu salaam muuqdo isaga yaani arraahu istaghna markay la gaarto oo ay u muuqato inuu ka badeeqtoonay ilaahay subhanahu wa ta'ala وحا قلبي يسجل وكبر كبر كامركو يمادن وقرين الشرك سيدا مركب موقته. وقال تعالى إلهي وحر وجحدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين آيات كابي بينيين يضو أي نفس الدوذو أي قين السيء إني وحن حقهين لكن محا كبح الارمات با كبح يوه ومدو قرس ظلما ظلم مدأ وظلم درتي وعلوا با كبح يسلا سرين ويسلا سريان إلهي مركز سؤالي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين هلك أدن بيس مركة أركة. ومثل هذا في القرآن كثير كان يوح لها المالاي قرآن كآد بأوبذين طبعا محرمنا مركة هذا كان تلاذة بضن محوية هي آيات كان تلاذة بضن الله كيانا وحرم إلا إلا هذا قلبه حدي إلهي أكمرين هي وحكلا بوحي من راشاها إلهي وقلبه أكمرين هي آيا وحي is equal to وحي لأولي قانتا كبير كبير مركو ماشي ماذا نقفك مركا إنه يساقس عبده مركا يساقس عجبي هل كان مركا وأدبه مركا كجلا أما بني آدم كلا قلبه يسجل وقد وصف فرعون بالشرك قرآن كحو قرآن كشي فرعون شرك. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك وليه مركا دقيدها فرعون لتلياشي ساها أي مركي أركان نبي موسى إنه صابح بيعير هذين وهذا موسى يكون يسوي كدة فيشن وفرحة كقادسة كدمنا أي نقطة إن الأرك وحدونا أي كي يلانو وهذه كان أي كاتا كان أي كعبدين قال هذا يعني عبدين هل كان مركب حال محاكم وقتها فرعون إنه مشركها بل الاستقراء
يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكبارا عن عبادة الله كان أعظم إشراكا بالله. مركا لراد عيو أما دي ولو أقول لابتو نصوصته قرآني كأم أما حديث كأم وحالك كم مقنية مركز تقفكو وسلوين هاي عبادة إله إسكلوين هاي إن وشركي سنة وآدي دوين بضي لأنه كلما استكبر عن عبادة الله جل وعلا مركز عبادة إله إسكلوين هذا ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب وحالك كردية باهظة وقبه وحاور راذين يجعله يعني بمعنى مثلا مركز أو كبير كيس أصيبته حالك مركز وحا قلبي سكسي بحسمي أو كو أبورمي أو كو إيماني باهي وقبه شيء مركز أهربه المحبوب الذي هو المقصود مقصود القلب بالقصد الأول وحا قلبي راذين وبريوريتي نمبر 1 وسيني فيكون مشركا بما استعبده من ذلك مركز سوح من قرن مشرك واه انت وقلبك مركز وشيء سو ادمست هلك مركز وليه بوينتينج ان نفهمه مهم او كتابك نحرك وحن باسنها وربا انه كيرهدو مركز تا يقفك عباده الله وكفك هذا يعني استكباره كريه ما ان دهديد وانا سلسل ريا قسم ما لكن الاله كدقتونات اي كلام مقت ان الله سبحانه وتعالى هذا مو باهنين مركزته واستكبار كاغو او بطه شرك كاغو بضانيه ما هي علي وحاجرته زاويه كانت كشي سعودي اه من كانت هو عيسى اه انا ترادسيت شيء كانت ادو جعشه شيء كانت ترادينيسا شيء كان مركز وكابو سمانه وحو نقون قلبي كاغو مركز محا بريورتي ونقون محا مضنانته وصينيه وحو مضنانته سينيه شيء كاس قبا حول جعل قبا كرسي جعل قبا بن ادم يسوى كلا جعل نمبا ناك جعل ناك با نين جعل انتو مركي حتى يكبحان هلك مركب حائمان يا فوقان شقف قلب وفوقاني ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات قلب قنا مرد عيسي إنه كذق تومه مخلوقات كؤدا إلا بأن يكون الله مولاه الذي لا يعبده إلا إياه ولا يعبد إلا إياه إلا إله سبحانه وتعالى إنه كون نقدم ويانا متك التلال أدو اللي يبتد وأن إساقم ويان عدك الأذن عبدين ولا يستعين إلا به أو كالماء ويدسان إلا إساقم ويانا ولا يتوكل إلا عليه أن تلسارنا إلا إساق موياني ولا يفرح إلا بما يحب ويرضاه أن كفر حين وح إلهي أجعله من راضي وكيه موياني ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكره أن نعين إلا وحي إلهي أن يعبه وكهنا موياني ولا يوالي إلا من والاه الله أن حريرين عند العيوسا إلهي سبحانه وتعالى حريرين ولا يعادي إلا من عاداه الله أن لدق علمين ولعل الله يتمين عيده إلهي سبحانه وتعالى لعل الله يتمين ولا يحب إلا لله أن أجعلان إلهي درتي مويانا ولا يبغض شيء إلا لله هضوح نعاينا إلهي درتي أنبؤ نعيا ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله منا بحينا إلا إلهي درتي أنبؤ بحينا مويانا منا ريب ومديد إلا إلهي درتي أنبؤ ديدي مويانا هك هاوي مركب بمعنى قف كان بن آدم كأه إلهي وكد قي توحيدك كان قيني أه دبت أه قلبي سما كان صدي مرك أجار هر إلهي أن أكون مقل بس هر كسر نظم مرسا يا أرن كي يقول يتا الله يا نعبد الله يا انتلا صارت الله يا مشكو شيء داي الله إلهي محوج عليه أن راديه إلهي محوك هنا أن كفو قادئ إلهي يحريري أو يا حرير اللي يري يا كفو قول اللي يري أن بحيه محان أبحينا إلهي درتي أن ديري محان أدير إلهي درتي قفكم مركي كده دكتي الله 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 إن سؤال نريش يسألن هل كاوي مركي أن لا نهب فلان استغنى عن الخلق من عدم كده طانا مركي صندي كنا فكلما قوي إخلاص دينه لله مركز تقفك كان دين كيس برحت الرانتيس أي حبته كملت عبوديته واستغناه عن المخلوقات هل كاو حد ما يسترمي الدنيا يسدبتها هي كدق دونانته كدق دونانته وكدق طومي مخلوقاتك وبكمال عبوديته لله تكمل تبرئته من الكبر والشرك هبا انت اي لاكت هاي اما اي دما استرانتو الدوني ما يسي الهي الدون او يهي بي برني ما ديس اسلوينك الشرك وكبر النقضاء النقنسة يعني معنى وامحة كما ديك ان الدوني ما اي تهي بقل كيبا سقاشا وحاجة 10% ايات جرى بقل كيبا طبعا oo halka ay kibirki iyo shirkiga aad u dhowdahay wuu boqolkiiba 80% haday noqoto 20% baad jira oo qarsoon wuu marka the higher uu rate ka uu noqdo ama iimaankaagu uu garaaco markasta uu kor u kaco oo adoonimada ay kor u kacdo
شركي ما تكسي فوقاني سبب معنا ومحرك مركة شركي وأرضي هل كأي توحيد كأي رب إني ماذا أما عبودية إلهي نوا سماوي كركا بيجستا مركة سكر وكعدد أذكر وكعدد أو إلهي سبحانه وتعالى حقي سي توحيد كعبودية وشي دقائق دي وحد كسي فوقاني سائر يدي شركي واحد هل كان مركة والشرك غالب على النصارى شرك وسيد سبب وعلى نبار يا مركة لبعض عن الرموض هو لبعض عن قطب صار سكت ضفوضه شرك كبر مركة حولية هاي وحنا سينا مسألة علمية وحولها هو الشرك غالب على النصارى شرك وحقاد وقب بثنية لما كان نصارى ده والكبر غالب على اليهودي كبر كونه وحقاد وقب بثنية لما كان يهودا وران مركة أرك قال تعالى في النصارى مركو كان لبعيد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم لما كان يدعو لمضع يكون عبادة بوحي كيشان أربابا من دون الله كوا يعبدون إلهي كالسكين والمسيح ابن مريم عيسى ربي بيكنكتين وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو يضف الرنتي لو قد بي أنا وحكرة وأه إلهي عابدا مبين إله كلمة جرئة سبحانه عما يشركون وكهفين رب وحي إلهي لو ذا جنة انت بالليل فرنتا يقول عليه وحيقول عليه نمان كي نصارى ذا نصارى ذا مركة محاكة حقبة الشركة مركة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا هل كان مركز سبحانه عما يشركون إلهي وحا وكلد الدعايتين براءة إن ذاتك كانوا مشركين هاي المركة مالك نصارى الغشة شركة أبدا مركة لكن وقال في اليهودي مركو كهل إلهي وحيد أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبت وفريقا تقتل مركز الرسول إذي ماذا وإذن لي ماذا فرين إذن كأنا إن كدا أدعي كريم نفس الدين أنا يجعلين أنا مرحبا يسين كريم وما يسوين يسين يسان يسوين يسين تم حاكر لشي مركب كوانا إني كوكا عن سيران ويرا نقلت تقو حد وضان كوانا سركة وديران ويدلان تام يا سمين يسان بو إلهي سبحانه وتعالى مركب إلهي وحبير وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين آيات كين وحان كلي حينية كوالولك إسكوين السية يو حقانا نولهين وإسوين السين تودم حيته مركز سي أركان علامة كب حين كرتين إلهي رمينان رمينين وقوك عن سيري وضل توس كأهنا أنا وضكت ديقانين متقل دان وقلوا عن مركي أركان وضكت ديكته كواس إلهي سبحانه وتعالى وحلم مها ليش سينو إيمانك ولما كان الكبر مستلزما للشرك مرك مرها دي وكبر كيس لوينك ونقضي مد يسو أي كد على نيس الشرك والشرك ضد الإسلام شرك ويوح إسلام كسو هرجيدة وهو الذنب الذي لا يغفره الله تعالى أهؤون يهيب ذنب إلهي أن مدافعين إلهي إساق الله ما الوحوكير في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما مرنا وحوكير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا طبعا أيضا إنت الذنبكوك للدون إلهي وحوكير إنه سن دنوب تدافعين دنوب تأه أما ذنب شركية إن إلهي لا شريك له معفني إلهي لكن يحكي الصهراء إله وعفنه هذا وقفك إلهي الشرك إليه ماذا هذا كواد وحينا تري بين أبور بوليم هذا الواد وحينا تري وضذي سحراء هيد بكبيري كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام أنبياء إليه الكود وحال الله صار دين إسلامك فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره وأنا دينك كلية إلهي عدك لأنه دينك لك الدقيسان يعني دينك كلية قف نلقى أقبل وحسايك الصهراء لا من الأولين ولا من الآخرين كوي إنك نجهر رينا الدين عن إسلام هين إلهي كما أقبل كوي إن يوحي نقدم بين دون نوح عن إسلام هين إلهي كدقي سنوى قال نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا دي ستان صامة أنو كل حبيب دي موي دي سنة هذا هل كأن وحكر رأينا وإلهي سبحانه وتعالى وحاس أني الله يفارق إن الإلهي كلي أهجانس وقال في حق إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفى نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إلا لا يقال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيضا المركب الحين موجنة النبي والبابا وحودتك كوع دي يجري إفرين تلا الله صار صاري أدتك أجارسين جري إنا هيد إسلام كإنا هيد
oo ilaahay wax islaam ka soo haray ilaahay subxaana wa tacaala uma tixgelinayo waxaasu inay diin yihiin, lagamana aqbalin kuwii inaga horreeyey walaa inaga dhegaysanayn kuwa iman doona laga dhegaysan maayo. Walidaalika ilaahay marka wuxuu leeyahy haddaba waa kee kan ay nafsadiisa ku dhacdo inuu ka weecdo diintii nabiyulaahi ibraahim? Ilaahay wuxuu leeyahay nagaa dooranay adduun aakharana dadka wanaagsan buu ku jiraa, laakiin dardaaranka uu ka tegay nabiyulaahi ibraahim waa maxay? Aslimtaas ayaa la yidhi, aslamtu lirabbi alcaalamiin buu yidhi. Ilaahay baa ku yidhi aslim, isna wuxuu waan hoggaansame. Nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi tawafanii muslima waalxiqanii bisaalixiin, ilaahayu nafta waxaad iga qaada anoo muslima kuwa wanaagsan ilaahay heshiisiiyey. Walidaalika nabiyulaahi ibraahim nabiyulaahi yuusuf waxaa la sheegaa in uu yidhi bacda 40 sana, 40 sano kadib markii ebisoodyadii kala duwanaa ee tragediga lahaa, dhibka lahaa, qaxarka lahaa, mar ceel lagu rido iyo mar maaragtay beenabo lagu sameeyo, mar xabsi gala, kadib markii intaa bacda 40 sana buu wuxuu yidhi rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili alaxaadiisi fatara alsamaawaati walardi anta waliyi fi dunya walaakhira tawafanii muslima walxiqnii bisaalixiin dalika min anbaai alghayb. Ilaahay subxaana wa tacaala marka leeyahy ilaahay intaa markaad isiisay waxaa keliya uu weydiisay nabiyulaahi yuusuf kadib markii uu soo maray yacnii dhibkaasoo dhan, laakiin maanta uu taagan yahay nin ah naajixa ee guulaystay halka uu rabay tegay, waalidkii la kulmay, dhibkii ka baxay, isagii walaalihiis cafiyey, wuxuu markay dhammaadeen ayaa ultimate goalka uu leeyahay waxa keliya ay raadinayaan waa maxay? Tawafanii muslima, waxaa nafta iga qaada anoo muslima, halkeed aadaysa? Waalxiqnii bisaalixiin, kuwa wanaagsan rabbi heshiisiiyey. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نبي موسى نوح ليه تلكيجيو هداد إلهي الرميسين هداد إلهي تلصار هداد مسلمين تهين، فقالوا على الله توكلنا إله ما تلصار وتنده. وقال تعالى إلهي نوح إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. التوراة كم حاكو قراء إلهي وسود جي هنون يا نور يا وحكو حكمني وأنبيذي الذين أسلموا هل كاوي بار الله أمك ما هل كان نصع أنه مهم شاهد كواكن الذين أسلموا وأكوا إلهي أهو كان سمي. وقالت بلقيس مركي أي تمد النبي سليمان أتمنى ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إله نفس الدين إذا بأندل مي نبي موسى لجركي أنا أهنا أنا ربك دعي سنة هاي مسلم بغان هاي. وقال تعالى إلهي وحبيل هدنا وإذا وحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون. سورة المائدة مركة لقى هالليب وحال لو وحيو ذي حواريين تي وإنما كي ديزايبلس كأها النبي إيسا كو أجري أما با إلا جوغي إلهي الرمي رسول كي جانا الرمي جوابتي بحين وحايا هاي وان الرمين مسلمين وان إلهي هدنا وحيل. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام دين هداد مقشيت إلهي أكتي تحجلين كاله وإلهي واعتباريه وقفك وكثوه وإسلامك مركل. وقال تعالى وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. قفك أن وحان دين تإسلامك أهين دين كالكتاي إلهي كأقبل ما مركل. وقال تعالى فغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طمع وكرها. وحان دين كإلهي أهين ميغ راذين يان يدو إلهي أيوه قان سمين وحان لو يحررك لحا هذي أرضا لحا هذي iyaga oo markaa dawaaciyo ee nafsadooda ka soo go'day ama iyagoo si dirqis ah ama markaa arrinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka yeela. Haddaba fadakara islaam alkaa'inaati tabcan karhan, ilaahay wuxuu sheegay waxa la wixii ilaahay uu abuuray oo ilaahay uu ahaysiiyey inay ilaahay u hoggaansan yihiin tawcan oo ah si hoggaansana iyo karhan iyagoo ogolayn oo lagu dirqiyo, yacni bimacnaa waa maxay niili waliba ama adiga ogolow ama ogolaanin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kansantay lianna almakhluuqaati jamiicaha mutacabidatu lahu atacabud alcaama, maxaale makhluuqaadka ilaahay u abuura oo dhan idaylkood ilaahay subxaanahu wa tacaala bay addoon u yihiin, addoonnimo buuxda. sawaa-un aqara almuqiru bidalika aw ankarahu, waxaa jinjinoo isku mida أما قف كأي لا أنو الضام بانه أما هذا فرو هديد وقسمين وهم دينون له مدب إلهي سبحانه وتعالى بي لما أنتم ضيعيا مدبرون حل كهسال قدبرة فهم مسلمون له طوعا وكرها إسقيه جنسيهم أما هيا أم هديدا ليس لأحد من المخلوقات
خروج عما شاءه وقدره وما أهان ومنع تنطو مد كمد مخلوقات إله إنه كبقه أما أكبح دائرة إله يحدونه وقدره إله سبحانه وتعالى وقدره وقضاه وجانقوي ولا حول ولا قوة إلا به قف مخلوق كمد أود يحال الله نماله إنه إله كرسي مويان وهو رب العالمين ومليكهم عالمين ترب وذوي إستقعنا بقروة يصرفهم كيف يشاء هلك يصرفهم كيف يشاء سودان ربي وقد قد يأو كيالا هو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم يقول لنبا إلهي با أبوري إستقع أهيسيه أبوري إستقعنا مركة قابي سيدي مركة أمبغضان إلهي باكدي كل ما سواه فهو مربوب وح الله وحي إلهي كسوها ربي بألويه مصنع ولا سمي مفطور ولا أبور فقير إلهي ببهاي محتاج إلهي بالربا معبد إلهي بأضان ويهي مقهور ومن إسه الدرقسا وهو سبحانه الواحد القهار الخالق البارئ المصور إلهي سبحانه وتعالى ومتك كليب إسه كأت كذا أدو مديسة أبورة أهيسية قابية هل كان مركب حماشي كقال أنك قفك إنه إنه كلا برنه الخالق والمخلوق ولذلك مرك أن باب لن باو من دون كتاب آخر كيسة إن مرك لنا كلا برو إلهي سبحانه وتعالى أمبا إسكاله أدون ماركتي ربي لماذا إسكال الله قدم بينه وهو إن كان قد خلق ما خلقه بأسباب هذا عذائه إلهي سبحانه وتعالى أبورك وأبوري وهو أبوري أسباب وأبوري فهو خالق السبب صابتنا إلهي إسكال أبوري والمقدر له إسجان قدره وهو مفتقر إليه كافتقار هذا الكمرك الشيء صابت على جهل الله وهو إله سبحانه وتعالى وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب وكأبور فهو خالق السبب إلهي والله صابت أبور والمقدر له إسجان قدره وهو كان أركي سنة مفتقر إليه كافتقار هذا كان ما أركتي صابت أهنا ويسوب باهين قفك بن آدم صابت سوب باهين وليس في المخلوقات سبب مستقل بفعل خير مرك مجرت وحيابها إلهي سبحانه وتعالى أبورك قف لا إيمان كره صاب مرك عند قشوا وحي وحلو جاري لها يعني والضوء يسوق وصم يستي أو ليها أنا جا صم يستي مرك الرب خير كإنا مرنا أنا أقن وضدا أمر لها ولا دفع ضرر لب يوصل صعد أنا إسكعي كر أنا أقن وليه كره مجرت بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر روح الله وحي صاب صاب كره باهين يعاونه عاوي وإلى ما يدفع عنه الضد الذي يعارضه ويمانعه يحكي عليه شيء كلا أبا ستكك وأكهر إمن كره وهو سبحانه وحده الغني عن كل ما سواه إله وكلي كان كليه كدق طانان وح الله وحي إليه سبحانه وتعالى كسهر ليس له شريك يعاونه وح إلهي إله وما أهاني شريك عاوية ولا ضد ينوئه أمد كسهر جيدا إساق مركا كهر إمن كره